صباح الخير نور. صباح الخير عفاف، صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السوريين وين كنتوا عم تتابعونا. رحلة صباحية جديدة عم نبتديها، فيها محطات عديدة من دمشق، وأكيد في حصة كبيرة للمحافظات السورية، لكن مع بداية كل رحلة وبداية النهار نتمنى نهار يحملكم الخير والبركة والرضا وراحة البال والرزق الكتير يا رب. كلياتنا يمكن اليوم عم نمر بظروف قاسية وصعبة، مرت ظروف قاسية على بلدنا الحبيب سوريا، أكثر من 10 سنوات من الحرب، ولليوم كمان عم نعيش تداعيات الزلزال المدمر اللي صار ب6 شباط. في محافظات منكوبة، في ناس متضررين، لكن في فزعة كتير كبيرة وجميلة من الشباب والأهالي السوريين بجميع المحافظات السورية لدعمهم، لمد يد العون والمساعدة. عم نحاول قد ما فينا فعليا نزرع شوية أمل بقلوبكم أنه بكرة أحلى، بدنا نكمل الحياة شوي، بدنا نتفائل شوي، يا رب يكون بكرة أحلى لنا ولبلدنا الحبيبة سوريا. أكيد إن شاء الله يا رب. صباح الخير مشاهدينا، صباح الخير لك الحدا أم من تخته وقرر يواجه الحياة، راح على شغله وعلى جامعته. صح نحن لسه ما ارتحنا نور، ولكن يعني شوي شوي عم نتعافى. في ناس لحد هلا يمكن بدها شهور وسنين لحتى تتعافى من اثر الصدمه يلي صارت، صدمه الزلزال يلي صار. ومو بس الزلزال، في مشاكل شخصيه ممكن الانسان يضل كثير لحتى يقدر يتجاوزها. بنتمنى هالنهار وكل نهار يحمل معه كل السلام والخير والرزق الحلوه لقلوبكم. مكملين معكم بفقراتنا الصباحيه، ولكن رح نروح فاصل ونرجع. وهلا نور رح نرجع بذاكرتنا للماضي ونسترجع اهم الاحداث يلي صارت مثل هذا اليوم بكل سنه. رح نروح ضمن فقره حكايه يوم. اليوم 8 آذار، كثير من الأحداث شكلت بتتاليها ذاكرة عبر الزمن، ومن أبرزها بعام 1576 المستكشف الإسباني دييغو غارسيا بالسيو يشاهد أول أنقاض مدينة المايا القديمة في كوبان. بعام 1618 يوهانس كيبلر يكتشف القانون الثالث لحركة الكواكب بما يعرف بقوانين كيبلر. بعام 1911 بدء استعمال البصمات للمرة الأولى كأداة للكشف عن الجرائم. وبعام 2017 انهيار نافذة أزور، وهي إحدى المعالم الطبيعية المميزة لجزيرة مالطا جراء عاصفة هوجاء. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1879 أوتو هان، عالم كيمياء ألماني وحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء بعام 1944. ومن الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1923 يوهانس فاندر، عالم فيزياء حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء بعام 1910. والثامن من آذار من كل عام هو اليوم العالمي للمرأة. عفاف، مثل ما بنعرف اليوم 8 آذار عيد المرأة العالمي، فتحية لكل امرأة عم تتابعنا اليوم، تحية للمرأة العربية السورية المناضلة اللي كانت حاضرة بكل الظروف. ما بدنا يوم واحد للمرأة، بس لازم بهيدا اليوم نذكر بإنجازاتها، لأنه المرأة هي مو فقط نصف المجتمع، هي أيضا تنجب النصف الآخر. فتحية لكل امرأة اليوم عم تتابعنا. خلونا نتابع اليوم التقرير التالي عن عيد المرأة. اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي في 8 آذار من كل عام، يتم إحياؤه للدلالة على الاحترام العام وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاحتفال بهذه المناسبة جاء إثر اضطرابات نسائية حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1856، حين خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللا إنسانية التي كنا يجبرنا على العمل تحتها، رغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المظاهرات، إلا أن المظاهرات نجحت في دفع المسؤولين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية. في 8 آذار من عام 1908
عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك، لكنهن حملن هذه المرة قطعاً من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها، واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار خبز وورود. طلبت المظاهرات هذه المرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع. وشكلت مظاهرات الخبز والورود بداية تشكل حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة، خصوصاً بعد انضمام نساء من الطبقة الوسطى إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف. رفعنا شعارات تطالب بالحقوق السياسية وعلى رأسها الحق في الانتخاب. تخصيص يوم 8 من آذار كعيد عالمياً للمرأة لم يتم إلا بعد سنوات طويلة من ذلك، لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة سوى عام 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة. فقررت غالبية الدول اختيار 8 من آذار، وتحول بالتالي إلى رمز لنضال المرأة لدورها وتميزها في مختلف المجالات. أكيد نور، بدنا نوجه تحية لكل نساء العالم إن كانوا عاملات ولا ربات منزل أو طالبات. في دراسة بخصوص الموضوع بتقول إنه عقل الرجل بيجي أثقل من عقل المرأة، مخ المرأة بيجي بالوزن أثقل. كمان انه العلماء اكدوا انه وعلى راسهم اينشتاين قال انه ما في علاقه بين وزن المخ بالقدرات العقليه. وبما انه عم نحكي عن القدرات العقليه نور، بنشوف كثير اشخاص عندهم خلل بقدراتهم العقليه وعندهم اضطرابات نفسيه. اكيد غالبا ما بيعود الامر للماضي للطفوله، للاهالي ممكن يعاملوهم بشكل ما انه منظم او سوي او بيهملون اوقات. بنشوف كثير اطفال عندهم خلل بقدراتهم العقليه، وكثير من الاهالي بيتساءلوا شو هي الظروف والعوامل يلي بتساعد لحتى ينشا هذا الطفل بطريقه صحيحه. يعني اليوم بنشوف كثير ما في ابدا انه الطفل بتلاقي انه نادرا ما يحكي عن مشاكل يلي بيواجهها او ما بيعرف يعبر عن ذاته انه انا عندي هيك او عم اتعقل، يعني انا عم واجه مشاكل. فكثير من الاطفال بتلاقيهم انه ما بيعرفوا يحكوا، ما عندهم القدره انهم يحكوا، نتيجه بتلاقي اوقات اهمال او اضطرابات سلوكيه او تعرضهم للتنمر اوقات. صحيح، بس يمكن اليوم مفهوم الصحه النفسيه اللي بدنا نحكي عنه عند الاطفال مفهوم كثير بده شرح وتفصيل. للاسف صحيح. اليوم مع تطور التكنولوجيا وتطور العصر تختلف الرعايه عن الاهتمام. يعني في كثير من الاهالي بيقولوا انه انا عم اقدم كل شيء لطفلي، الملبس، الماكل، المكان الامن. لا، في شيء اخر غير الرعايه، تختلف مفهوم الرعايه مختلف اليوم في صحه نفسيه. التربيه كيف بيكون تربيه الطفل، التعامل معه بيؤدي على بناء شخصيته بالمستقبل. يمكن كلياتنا عندنا قصص ما زالت معلقه بذاكرتنا من الطفوله، لانه الطفوله هي اهم مرحله للتاسيس لشخصيه الطفل. لنحكي عن مفهوم الصحه النفسيه وقديش بياثر على الاطفال خصوصا في الظروف اللي عم نعيشها اليوم. معنا الاختصاصيه التربويه نغم طربيس. صباحك واهلا وسهلا فيكي. هلا، صباحكم سعاده ومحبه لكم ولكل المشاهدين. يا رب صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. هلا. بداية نحن وقت بنقول الصحة النفسية عند الطفل ما بنعرف شو هي كمفهوم أو شو بنقصد فيها بالضبط وقت نحن بنقول صحة نفسية. الصحة النفسية هي جزء لا يتجزأ عن التربية، من التربية، من التنشئة الاجتماعية، هي جزء كتير مهم من الصحة العامة. اللي بنشوفه نحن كأهل دائما الطفل لما بيشكي من أي ألم فورا بنركض فيه على الدكتور، بنجيب دواء بنعالجه بشكل موضعي. أما بنغفل تماما عن موضوع الصحة النفسية واللي هي كتير مهمة بحياتنا. صحيح. مهمة بحياة كل فرد فينا كبار وصغار. دائما الشخص او الفرد اللي بيكون عنده صحه نفسيه بيكون عنده قدره على
توافق مع نفسه مع البيئة المحيطة فيه. هذا التوافق بخليه يعيش بحياة آمنة بعيداً عن الاضطرابات النفسية. يعني الاضطرابات النفسية ما بقصد ما عنده مشاكل، لا، عنده مشاكل لكن قادر إنه يتجاوزها بسهولة. صحيح. فهون نحن دائماً لما بدنا نحكي وبنسأل كتير شو هو العمر المناسب لحتى أنا أعلم الطفل أو اهتم بصحته النفسية. أنا كأخصائية تربوية برأيي وحسب خبرتي الطويلة مع الأطفال بشوف إنه نحن نبدأ من بداية نشأة الأسرة، مو من بداية ما يولد الطفل. صحيح. لما بتنشأ الأسرة لازم يكون في تفاهم بين الزوجين، في كتير أمور لازم اتعرف عليها. يعني أنا إذا مو خرج جيب أطفال أو أنجب أطفال، لا، لازم أكون متهيئة بكل حواسي، متهيئة بكل اهتماماتي، بكل واجباتي اتجاه هذا الطفل. فكتير ضروري أعرف، طيب أنا إذا غير قادرة بهي الفترة، غير قادرة على هذا الشيء، بأجل حتى أتحمل مسؤوليته. الطفل فيه مسؤوليات كتير كبيرة اتجاهه، إمتى بينام، وقت النوم، وقت الاستيقاظ مثلاً، وقت الطعام، إمتى بدي أقدم له المكافآت اللي أنا بدي أقدم له إياها، كيف بدي أهتم فيه، كيف بدي أعالج مشاكله الكتيرة. فهون نحن إذا عملنا هذا الشيء طبعاً بتفاهم، إذا بطريقة علمية صحيحة، اتبعنا فلسفة صحيحة باستخدام السلوكيات مع الأطفال، أكيد بنوصل لصحة نفسية كتير عالية للأطفال. يعني بالبداية بتبلش بالأسرة بين الزوجين وبعدين بتنتقل للأطفال. صحيح. كتير غلط ما يكون في تفاهم. صحيح. على هذا الموضوع. هي نقطة كتير مهمة، هي من العوامل المؤثرة بالصحة النفسية للطفل، هي التفاهم الشريكين. خلينا نحكي عن العوامل المؤثرة بالصحة النفسية للطفل. حكيت ببداية المقدمة أنا لأنه كثير من الاهالي ما بيفرقوا اليوم بين انه الرعايه والتربيه والصحه النفسيه، بيفكروا انه انا عم اقدم كل شيء لابني. قديش في عوامل بتاثر بالصحه النفسيه بعيدا عن الاكل، كل شيء موجود، انه انا بامن له احسن اكل، احسن لبس، حاطته بالمدرسه اللي هو بيحبها. في عوامل جدا مؤثره. بنعرف انه الاهل بيشتغلوا لفترات طويله، بس ممكن هي الساعه والنص ساعه اللي بقعد فيها مع الطفل، الوقت الأساسي بيني وبينه، طبعا بتأثر كتير على الصحة النفسية. فخلينا نحكي عن أهم العوامل المؤثرة بصحة الطفل النفسية. تماما. هلق نحن ما فينا نحط كل اللوم على الأهل. صحيح. لأنه في كتير مؤثرات خارجية ممكن تأثر على الطفل. لحتى نبسط الموضوع بدنا نقسمه لعدة محاور. تأثيرات بيئية، وهن الأهل هن الحجر الأساس نعتبره للطفل. صحيح. لكن مو الوحيد. تأثيرات الاجتماعية واللي هي خاصة بالأصدقاء، بالجيران، بالأقارب، بالخالات، العمات، كلامهم ووقع الكلام كونه إيجابي أو سلبي على نفسية الأطفال. وفي التأثيرات الجينية، هي اللي بياخدها بتوارثها من الأب والأم أو من الأجداد وغيره. اللي أنا بدي أحكي عنه أنه أنا طالما عرفت مشكلة الطفل فهي بوابة كبيرة لأعرف كيف بدي أوصل لنفسيته، لتفكيره، لمعتقداته. مثال صغير، مثلا إذا أنا جبت لابتوب، طب كيف بدي أقدر أتعامل مع هذا اللابتوب؟ لازم أنا أعرف شو الطريقة للدخول للبرنامج أو هاي الأمور. الغلط اللي نحن عم بيصير فينا ببيت واحد، عم بيكون في أعمار متعددة، عمر سنتين، 5 سنوات أو 12 سنة، 18، يعني اللي هن، شو منساوي نحن؟ منتعامل مع كل الأطفال بنفس المستوى أو بنفس الطريقة، بنفس الأسلوب. لا، هذا الشيء كتير غلط، لأنه اليوم منلاقي كتير، وكتير بلاحظة عندي بالروضة، أنه أطفال من نفس العمر لكن كل حدا له طريقة بالتعامل. في شيء نحن ما بنختلف عليه، مثل تعليم النظام، تعليم أوقات الأكل، لكن أني أجبر الطفل على شيء هو ما بيحبه، هذا كتير غلط. فأنا بدي أتبع أساليب خاصة لحتى أنا أهتم بصحته النفسية، لأنه كل شيء إجباري للطفل شو عم بيساوي؟ عم بيحطمه. وأنا هون بالمقابل أنا بدي شجع الطفل، بدي حفظه، ما بدي حطمه. فدائما نحن لازم ندور على الأمور أو المشاكل الخاصة بالطفل لحتى نلاقي لها حلول. صحيح. يعني نحن ما بنعرف الطفل في أوقات بيواجه مشاكل، بيواجه التنمر بالمدرسة طبعا. أو بجوز يكون عنده حتى أمراض جسدية بتؤدي لاضطرابات نفسية عنده. فهو قليل الشكوى، يمكن في أطفال قليل الشكوى ما بتعرف تشكي، وفي أطفال بتلاقيهم سويين نفسيا، صحته
النفسية كتير منيحة، فنحن هون لحتى نقدر نحافظ على صحتهم النفسية اللي موجودة، شو لازم نتصرف؟ أول شيء الحب، دائماً الطفل بحاجة للحب، بحاجة للاحتضان. قد ما كبر الطفل وصار عمره هو بحاجة لاحتواء من الأم والأب. هذا الموضوع دائماً نشتغل عليه، الثقة بالنفس اللي بنعتبرها صمام الأمان بالنسبة للصحة النفسية. يعني أنا لما بعطي الطفل ثقة فهون أنا بكون أمنت على الصحة النفسية عنده. خليني أحكي على الموضوع، مثلاً شو الشيء اللي عم بيأثر بالصحة النفسية عند الأطفال؟ أكثر شيء بيأثر فيه هي المخاوف. المخاوف من تخطي مرحلة معينة مثلا، خلينا نحكي وبدي ركز كتير على أمور الدراسة اللي نحن عم نعاني منها بيومنا هذا، وبما أنه طلابنا عم بيقدموا امتحانات فعن جد بدي ركز على هذا الموضوع. ورسالة لكل القائمين من كوادر من إداريين، نهتم بنفسية الطفل، لأنه اللي عم نشوفه الخوف أو الفوبيا اللي عم بيعيشها الطفل عم بيخليه يتراجع عن قراراته، عن أجوبته، متردد. حتى متردد إنه يروح على الامتحان. فأنا هون خلينا نحن نكون إيد واحدة، لأنه الطفل بالنهاية شو بدنا؟ بدنا النتيجة. لما نحن منكون متساعدين بهذا الموضوع ونحفز الطفل لحتى يكون أحسن بكلمة، ممكن بنظرة يحس الطفل بالأمان، فهذا الأمان بيخليه يتخلص من الخوف عنده. وهذا منلاحظه بالفروقات بين المدرسين، يعني مثلا مدرس، طبعا مع احترام الشديد للكل بس أنا عم بحكي عن أسلوب، في مدرسين بيكون أسلوبهم كتير حلو، شو ما كانت الأسئلة اللي هن بيقدموها الطفل بكل ثقة، يعني بكل ثقة بحل. في أساتذة مثلا إنه بيكونوا قاسيين شوي، ما عندهم أسلوب صحيح بالتعامل مع الطفل، فهون الطفل بيتعب، بيوصل لوقت الامتحان ما عنده القدرة لحتى هو، يعني بيكون محبط. فنحن هذا الشيء لازم نشتغل عليه لحتى الطفل يكون عنده صحة نفسية سليمة، ليكون طفل سوي لازم نحن نشتغل على هذا الموضوع بكلمة بنظرة، نتساعد كلنا مع بعض. يعني حتى نحن بنشوف لما الامتحانات المراقبين، يلا خلص الوقت، يلا بسرعة، يلا. أنا بدي أحكي شيء واقع، يعني أنا ما بدي أجمل هذا الواقع، عم بحكي مثاليات، ما بدنا نحكي مثاليات، بدنا نحكي الشيء اللي عم بيصير. فخلينا نتخلص من هذا الموضوع. للأسف في أساليب للأسف إلى الآن، يمكن نحن على زمننا كانت فعليا قاسية حتى من قبل الأهل. هلا في شوية مرونة، يعني قبل بتلاقي حتى إنه التربية كانت إنه لازم تكوني أنت أشطر حدا، ما في علامات تامه، في يعني تحصيل كارثه كانت بالنسبه لنا، لازم علامه تامه 10 من 10. طريقه التعامل مثل ما قلتي الان سات انه هو جدا صارم. هلا الموضوع باخر 10 سنوات اختلف، حتى طريقه المراقبه اذا بدنا نحكي فعليا بتعمل حاله من التوتر والخوف. تماماً. يعني فخلينا نحكي هي اساسا بتبلش من البدايه من قبل الاهل، لانه احيانا بتعيشي حالات، يعني نستضيف اهالي مثلا بتلاقيهم متوترين اكثر من اولادهم بالامتحانات. بالاخير الطفل هو مراية، انعكاس للبيئة تماماً اللي عايش فيها، لتربيته. لهيك أي طفل أو طفلة بتشوفيه بتلاقيه بالأخير بتشوفي أهله من خلاله. فهون نقطة كتير مهمة، يعني أنا سألتك بالبداية شو العوامل اللي بتأثر على الصحة النفسية من البداية، خلينا نركز عليها بطريقة تعامل الأهل. الأهل في بعض العوامل عم يقوموا فيها أو النقاط بيركزوا عليها بفكروا هن عم يعززوا ثقته بنفسه، طبعاً عم يعززوا مفهوم الصحة النفسية، بس هي أخطاء شائعة. مثلا مثل المواعيد، فينا نقول النوم المبكر، مثلا توقيت النوم، مثلا وقت الغداء موحد مع العائله، اللمه، في اسس يمكن بسيطه ما بينتبهوا لها الاهل بتاثر كثير. خلينا نعطيهم بعض النقاط والمعلومات حول هذا الموضوع. طيب اول شيء نحن لما بدي بلش مع الطفل بدي بلش بعلمه التفكير الايجابي بكل الاشياء اللي عم بتصير معه. لما بيكون تفكيره ايجابي الامور بتنحل، يعني اول شيء المشكلات اللي عم بيواجهها ما بتولد احباط او اكتئاب. مجرد النظرة الإيجابية للأشياء بتخليه فورا يحل المشاكل. يعني نحن اللي عم نشوفه إنه في مشكلة، تمام، وجهات نظر متعددة، كل حدا بيشوف المشكلة من وجهة نظره. صحيح. أشخاص بتشوفها بطريقة كتير صعبة، هي الحل واحد لكن النتيجة بتختلف، أو الوقت للحصول على النتيجة بيختلف. في أشخاص فورا بتلاقي حل لهي المشكلة بطريقة إيجابية. يعني نحن ما عنا مشكلة بأي مشكلة بتصير معنا رح نتخطاها، ما عنا مشكلة. لهيك شوف الولد مثلا إذا بيعصب كتير تماماً، أو مثلا بيخاف، هو كيف ردت أو بمرق هي الأمور، هو من أهله أو متفائل تعمل فرح كذا، هو هذا الشيء عم ياخده من أهله. المخاوف
يلي للأهل عم تنقلها للطفل. وبالتالي بالعكس عم بيصير هذا الموضوع. فنحن مجرد ما نعلم الطفل التفكير الإيجابي بالأمور كل هاي الأشياء رح يتخطاها ويصير أفضل أكيد. خصوصا يعني إنه بتلاقي الأهل أغلب وقتهم مثلا في أهالي مشغولين ما عندهم وقت لحتى يهتموا بالطفل، في أطفال بنفس الوقت بيكونوا كتير بحاجة لاهتمام مبالغ فيه، بيكون هن نسبة الحساسية زايدة عندهم تماما. فبيكونوا بحاجة اهتمام مضاعف عن الأطفال الباقيين. فهون دور الأهل بيلعب دور كتير كبير، يعني إنه بالإهمال في أطفال بيصير عندهم اضطرابات نفسية بس بسبب الإهمال. أكيد أكيد. نحن الاهتمام، ونفرق بين الاهتمام وبين التربية وبين الدلال، لأنه الدلال المبالغ فيه عم بيولد عنا حتى أطفال غير أسوية. كمان كتر الدلال، مثلا الولد ببلش بيكون أول مشيو، خلينا نحكي فورا الأهل بلموه من الأرض. طيب هاي الشيء لا ما عليه، خليه يجرب خليه يحاول. الأطفال مثلا بعمر السنتين بحبوا يكتشفوا، فنحن شو منساوي فورا منروح منعطيهم الغرض أو منسحب الغرض من إيده. هذا الشيء كله عم بيأثر على نفسيته. طفل بده يكتشف، بده يطلع، بده يجرب، بده يأخطئ لحتى يتعلم من أخطائه. أكيد. نعم، تشكرك على كل النصائح اللي قدمت لنا إياها، وإن شاء الله هيك ما بنشوف حدا ولا طفل عنده اضطرابات نفسية، لأنه مو قليل يلي مرقنا فيه خصوصا بهذا الظرف. ذكرتي حضرتك هلأ وقت امتحانات، فنحن كبار وقت حدا بيقلنا أنه خلص الوقت نتوتر، فما بالك طفل هلأ. متشكرك وشكرا لك حبيبتي. أكيد الاختصاصية التربوية نغم طربي، بدنا نشكرك على وجودك معنا، ودائما في معلومات جديدة. بس مثل ما قلتي يمكن بعض النقاط الأساسية إذا بنركز عليها كأهل هي بتأثر بنفسية الطفل بالمستقبل. شكرا كثير لك حبيبتي. أما عفاف، بننتقل من عالم التربية لعالم السياسة وموجز لآخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلي علي معلا. صباح الخير علي. صباح الخير لك يا نور. مشاهدينا موجز للأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. شيعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهداء والمقاومين الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال اقتحام قوات العدو الغاشم لمخيم جنين الثورة والبطولة. وأكدت الفصائل في بيان لها أن هذا الشلال النازف من الدم الفلسطيني على أرض الضفة سيشعل نار الثورة والمقاومة ردا على استباحة الدم والأرض الفلسطينية، مؤكدا أن ردها قادم لا محالة. كما أكدت أن طريق الاشتباك مع العدو وجنوده الصهاينة هو السبيل لمواجهة عنجهية الاحتلال وحكومته الفاشية وإجراءاتها الإجرامية. ووجهت الفصائل في بيانها التحية للمقاومين الأبطال الذين استبسلوا في التصدي لقوات الاحتلال الغاشمة وحققوا إصابات محققة في جنوده وآلياته. واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب 16 آخرون بجراح خلال اقتحام قوات الاحتلال أطراف مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة مساء الثلاثاء. أكد حسام الدين ألا رئيس وفد سوريا إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في الدوحة، أكد أن سوريا تتطلع لخروج المؤتمر بنتائج ترقى لمستوى توقعات شعوب هذه الدول. وقال ألا أن الدول النامية هي المتضرر الأكبر من تبعات جائحة كورونا، موضحا أن الكوارث الطبيعية التي شهدتها دول العالم مؤخرا من فيضانات وعاصرة وزلازل نبهت العالم إلى أهمية تأمين الدعم للبلدان النامية والأقل نموا لتعزيز صمودها أمام هذه الكوارث وآثارها على السكان. علق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على التقارير التي نشرتها وسائل الأعلام الغربية بشأن التفجيرات التي استهدفت خط أنابيب السيل الشمالي لنقل الغاز الروسي. وقال المتحدث باسم الكرملين إن المنشورات حول الهجوم الذي تعرضت له أنابيب السيل الشمالي هي مجرد شائعات تم بثها بطريقة مقصودة، ومن الواضح أن الجهة التي نفذت الهجوم تريد من خلالها تحويل الانتباه لمصلحة الفاعل الحقيقي. وأوضح بيسكوف أنه لا يمكن أن نفهم كيف يمكن للمسؤولين الأمريكيين الذين أشارت إليهم وسائل الأعلام في تقريرها أن يقدموا فرضيات حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف خطي أنابيب السيل الشمالي
دون إجراء تحقيق. قال المستشار الألماني أولاف شولتز بأنه خلال العام اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرات عديدة ولفترة طويلة وينوي الاستمرار في ذلك. من جانب آخر، توقع شولتز استمرار النزاع في أوكرانيا لفترة طويلة معبرا عن مخاوفه من ذلك ومتمنيا أن يكون الوضع عكس ذلك. وأعرب شولتز عن قناعته بضرورة اعتماد نظام دائم لصناعة الأسلحة والذخيرة. الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت في الفترة الأخيرة عن مخاوف الدول الأوروبية من نفاذ مخزوناتها من الأسلحة والذخيرة بسبب دعمها العسكري لأوكرانيا. نهاية الموجز، عودة الآن إلى نور لمتابعة برنامج صباح نغير. شكرا لك علي. أما هلا مشاهدينا ننتقل لمحطتنا التالية ولا مساحتنا الطبية لليوم، خصصناها لكل شخص بحب يهتم بحاله بأسنانه وبيهمه كتير يكون عنده ابتسامة حلوة، غير طبعا بالناحية الصحية تكون طبية. اليوم فرضت التطورات التكنولوجية اللي شهد العالم وجودها بكافة التخصصات والمجالات على وجه الخصوص النواحي الطبية، وبمحطتنا اليوم أكيد خصصناها لحتى نضوي على زاوية مهمة وعم نتذكر فيها وانذكرت بكثرة بهذا الوقت الراهن، وهي التعويضات الفكية. أكيد عفاف، لنحكي عن التعويضات الفكية الوجهية مع الدكتور إبراهيم تركماني، اختصاصي تجميل أسنان وتعويضات وحاليا مدير مكتب نقل التقاني في جامعة البعث. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباح خير سوريا. أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية نحن وقت منقول التعويضات الفكية الوجهية، شو معنى هذا المصطلح؟ يعني وقت شخص بده يروح لعند دكتور كيف بده يعرف أنه أنا لازمني هذا الشيء؟ يعني نبسط المصطلح شوي وقت نقول تعويضات فكية وجهية. هلا بدنا نقول انه نحن التعويضات الفكيه الوجهيه مين تشمل من الناس او من المرضى؟ هن بالاصل يعني كلمه تعويض هو في شيء عندنا مفقود محس. وبالتالي نحن بنعمل اجراء علاجي وبنعوض عنه بحيث انه يرجع الشكل او الوظيفي اللي كانت عليه قبل الفقد. فالموضوع اذا بيتعلق بشقين، شق داخل الحفرة الفموية وشق خارج الحفرة الفموية. خارج الحفرة الفموية اللي هي الوجه، صحيح. فإذا الموضوع بالنسبة لنا خلينا نشوف إنه نستذكر شو في داخل الحفرة الفموية. فمنشوف إنه في عنا فكين، فك علوي فك سفلي. وممكن يصير الفقد بالعظم الفك العلوي والفك السفلي. وبالتالي يعني إحنا عم نحكي عن حالة تشوه بالوجه، صحيح، كتير كبيرة. النقطة الثانية خارج الحفرة الفموية اللي هي منطقة الوجه بصير فيها فقد، شو الأجزاء اللي موجودة بالوجه؟ فرح نشوف إنه هي العين، هي الأنف، هي الأذن، بالإضافة للمناطق القحفية اللي بالرأس. صحيح. إذن الموضوع بالنسبة لنا صار في عنا بالاختصاص بنفهمه أي حدا من المرضى تعرض لأسباب الفقد فهو بحاجة لتعويض الفكي الوجهي. ويمكن هيدا الاختصاص اليوم كتير مهم بالوضع الراهن، يعني احنا عم نحكي عن 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات من الحرب، في كتير من الناس تعرضوا لأذيات قوية، فلما نحكي عن التعويضات الفكية الوجهية هو اختصاص جدا مهم اليوم. خلينا نحكي عن أهميته، يعني نحن عم نحكي مثل ما قلنا التعويضات في شيء فقط بالوجه، ونحن بنعرف قديش الوجه حساس يعني بالنسبه للشخص. نحن عم نحكي شفنا كثير من الحالات الطبيه فقد بالوجه، ان كان فك ان كان خد بما يتختص بالوجه. اليوم في عنا دكاتره بنعتز وبنفتخر فيهم، يمكن كمان الخبره والوقت كمان بالحالات اللي شفناها واللي اشتغلوا عليها المستعصيه كانت النتائج فعليا جدا قويه. هلا الموضوع مثل ما ذكرتي حضرتك وتفضلتي، الموضوع يتعلق دائما اتساعه وانتشاره بالعوامل الثانيه الخارجيه. شو العوامل الثانيه مثل ما تفضلتي حضرتك؟ نحن الحرب الضروس اللي الظالمه على سوريا الحبيبه اللي صار لها اكثر من 10 سنوات اكيد خلفت مآسي، ونحن بنعرف حاله التفجيرات او 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 الحوادث هي كتير مهمة وبتعرض ناس. نحن دائما نذكر انه ممكن
يصاب بالأطراف العلوية أو السفلية، لكن حقيقة نتناسى أحياناً الوجه هو صح. العامل الأهم أحياناً للشخص أنه يكون يعني موجود بشخصيته بأسرته بمجتمعه بأداء وظائفه تجاه المجتمع. فإذا الموضوع الوجه موضوع مهم، وأسبابه هو الحروب بكل إشكالاتها. يعني نحن بنعرف أنه حربنا ما أنا حرب رصاصة وبس أو قنبلة وبس، وإنما كانت حرب بكل أنواع صحيح. الأسلحة وبكل يعني بتعمل أزية كتير كبيرة للإنسان. فإذا الموضوع بالنسبة لنا هذا أحد الأسباب سببتا، وهذه اللي هلأ نحن عم نتعرض له طبعا هو الموضوع الزلازل حتى صحيح. فبالزلازل بيتعرضوا الناس لهيك إصابات صحيح. بمناطق الوجه، وبنشوف نحن كمية من البشر عندهم أذيات وجهية بالغة الخطورة صحيح. أنا ما بحكي عن كسور وفقط أو جروح وفقط، لا أنا عم بحكي على فقد جزء مناطق صحيح. من الوجه مادية. شو معنات مادية؟ يعني في أنسجة راحت ما عاد موجودة. هالأنسجة هي سواء ظاهرة بالنسبة لنا مثل الجلد أو العظم. فهذا الكلام يعني نحن في حاجة لإعادة تعويض لهالمنطقة هي اللي انفقدت. إذا الموضوع بالنسبة لنا هدول الجوانب نحن عم نعيشهم، نحن بحاجة حقيقة ماسة من هون الأهمية أنا بدي أقول، لأنه نكرس هالنوع من المعالجات بشكل جيد وتكون يعني أنا بدي أقول أنه مترافقة مع الأطراف الاصطناعية، لأنه صح. حقيقة نحن منتشر بسوريا وصار في عنا يعني اتساع وخبرة بصنع ومعالجة الأطراف الاصطناعية، لكن حقيقة ما عم ينشمل على موضوع التعويض الوجهي، وهذا شيء مهم جدا يعني بالنسبة لنا. وعم نحكي انه هو شخصية مثل ما تفضلت حضرتك شخصية الانسان، يعني احنا اول ما بنتعرف على انسان بنتعرف على صحيح. وجهه، وبالتالي الموضوع هو حياته كلها بوجهه، وبالتالي الامر هالشخصية هي حضرتك يعني دكتور لك باع طويل اساسا بهذا الاختصاص، تعاملت مع حالات صعبة واستثنائية، فلهيك نحن عم نركز عليها خصوصا مثل ما قلت بالحادثة الأخيرة الزلزال المدمر كان في للأسف إصابات شديدة جدا، ولما نقول عن حالة فقد هون العملية بتكون خطيرة، لكن مع اختصاصات مثل حضرتك ودكاترة بنعتز ونفتخر فيهم عم يكون التعامل السريع، عم تقدر الناس تسترجع هذا الجزء من وجهها. خلينا نحكي عن هي الجزئية من طريقة تعاملك مع الحالات الإسعافية المباشرة، ونعرف نحن الحالات الإسعافية هي بتأثر بشكل كبير على استمرار ومعالجة هي الحالة. هو دائما الحالات الإسعافية ما أنا موجودة بالشكل اللي نحن هي الجراحية صحيح. يعني نحن بشان نكون مقسمين العمل بشكل علمي، الإسعافي هو الجراح الوجه يلي بيقوم بهالعمليات هي بشكل، ولدينا خبرات عالية المستوى بهذا المجال وترفع لهم القبعة صحيح. حقيقة عندنا شباب ويعني رجال علم قادرين على أنه يعالجوا المرضى بشكل كتير كبير وبشكل واسع. هلا أنا بدي أحكي على تعويض الفك الوجهي، إمتى بيجي؟ ممكن يكون يجي بوقت العمل الجراحي وممكن يكون تالي للعمل الجراحي صحيح. بعد شفاء النسج واستقراره والتئامه بشكل جيد، ساعتها بيجي دور الطبيب المعوض للفكين والوجه. هذا الكلام يعني انه في عندنا مراحل من العمل المخبريه ومراحل سريريه مهمه جدا، يجب انه يكون في نهيئ الكادر. انا هذا اللي بدي اروح واقوله على الاهميه، نهيئ الكادر من الناس المختصين سواء كانوا اطباء او مخبريين. حقيقه حلقة هذا الجانب كثير مهم، وهلا حاليا على المستوى العالمي ونحن يعني عم نخطو خطوات بهالاتجاه على موضوع انه نعمل الديجيتال وتصميم الاجهزه التعويضيه بطريقه التقنيات الحديثه، وبالتالي هي يعني بتعطي سرعه وانجاز دقيق جدا، الارتيابات فيه جدا ضئيله، وبالتالي بيعطي يعني النتائج المتميزه الاكثر من نتائج انه تكون يعني فيها خبرات الاطباء واجتهادهم متكامله. فهي بتكون موضوع يعني ينجز الطبيب العمل بشكل كفاءه اعلى باعتبار انه استخدم
التقنيات الحديثة، البرامج والكمبيوترات والأجهزة اللي بتصنع هيك نوع من التعويضات. بما أنه ذكرنا نحن التقنيات الحديثة، ذكرت حضرتك دكتور اليوم أبرز النقاط يلي توصلت لها هاي التطورات التكنولوجية، لوين توصلنا غير العمل الجراحي؟ هلا وقت اللي بدنا نحكي على موضوع التقنيات بنحكي على التصوير ثلاثي الأبعاد، صحيح. وهذا الشيء متوفر بمجالات مختلفة، وصرنا نحن كثقافة شعبية بنعرف أنه شو معنات أنه نصور ثلاثي الأبعاد، لكن حقيقة بالمجال الطبي بتكون في برامج خاصة، في كاميرات خاصة بتصور منطقة الوجه، بتصور داخل الحفرة الفموية، وبتاخذ بدقة شكل النسج يلي موجودة، بعدين بتتعالج ضمن الكمبيوتر ضمن برامج معالج او معالجة لهالصور هاي، وبالتالي الطبيب بيحقق من خلال هالعمل هذا شكل القطعة او الفقد المادي للعضو المصاب، سواء عين او انف او أذن أو داخل الحفرة الفموية كفك سفلي أو فك علوي، وبالتالي هالتصميم هذا بيروح لشيء اسمه يا الكات كام، يا الطابعة الثلاثية، وبالتالي بيطلع عنا نموذج من التعويض بيمثل تماما الحالة، شكل الحالة يلي هو بالأساس خاص بالمريض وبدقة جدا عالية. طبعا الدقة بتختلف حسب البرامج، حسب الأجهزة، وهذا الشيء نحن بنعرفه، وحسب ثقافة وعلم الطبيب المستخدم والمخبري المتعاون معه. إذن الموضوع هو عبارة عن تكاتف بين هالفريق هذا بشكل كتير كبير ومهم، لحتى يقدر يصنع شيء دقيق جدا. إذن الارتيابات من أين تجي؟ من العمر اللي موجود فيه الجهاز، سواء كمبيوتر أو كاميرا، دقتها، وبنفس الوقت من خلال خبرة من يستخدم هذه الأجهزة. طيب دكتور، خلينا نحكي من الأورام الشائعة، الأورام الفك السفلي، خلينا نحكي عن هي الحالات، طريقة التعامل معها. نحن بنعرف لما نقول ورم الناس بتخاف، يعني أنه هيدا الورم قديش رح يأثر على هي المنطقة أو يأكل منها. طريقة التعامل مع هي الأورام من خلال التعويضات الفكية الوجهية كيف بتكون؟ وأكيد حسب شدة الورم هون التعامل بيكون مختلف. هلأ نحن وقت حكينا على الأسباب هي الحروب، وحكينا الزلازل، هلأ بالوقت الحاضر اللي نحن عايشينه، لكن حقيقة في دائماً في حوادث السير يلي بنحكيها، في حوادث سقوط عن الأشجار، الألعاب عم تلعب، الأطفال عم تلعب مع بعض بأدوات، الحوادث الطبيعية اليومية اللي ممكن تصير، لكن تبقى نسبتها ضئيلة جداً. نحن حكينا عن الحروب والزلازل اللي بتعطينا متسع، يعني بصير في عنا عينة كتير كبيرة، صحيح. من الناس المصابين، لكن بالحالة العادية في ناس، لكن الحمد لله أنه دائماً في قلة بموضوع الإصابات. خلينا نقول إنه الأورام هي أحد الأسباب يلي بتشكل فقد مادي بمنطقة الوجه والفم، صحيح. داخل الحفرة الفموية، صحيح. وحقيقة نحن أمام الأورام ما عندنا خيار. الخيار الوحيد يلي بيقدر يساوي الجراح إنه يستأصل. استئصال فوراً، صحيح. وين العمل المكمل للطبيب المعوض الفك الوجهي؟ وقت مثلا خليني أضرب مثال بفك علوي، الموضوع طبيب الجراح بيستأصل كامل الفك العلوي. استئصال كامل الفك العلوي هو يعني موضوع أنه إنسان خرج عن الطعام الطبيعي، شكل وجهه تغير تماما، وبالتالي بصير بالتعاون مع طبيب التعويضات الفكية الوجهية بياخذوا الإجراءات من البداية. يعني الفريق وقت بيشتغل بيكون مأجري كل الخطة والتشخيص، وبيجوا على موضوع أول شيء ببلش الطبيب التعويضات الفكية الوجهية بياخذ إجراءاته بالطبعات، وبهير الجهاز قبل ما يبلشوا العمل الجراحي. وبغرفة العمليات حقيقة بيدخل الطبيب التعويضات مع الجراح الوجهية، وبصير استئصال الورم
وبيتركب جهاز خلال فترة العملية وبيتثبت. فهي الإجراءات يلي بتصير أحيانا بالتعاون بموضوع الأورام، هي حقيقة بتعمل إلى كتير حسنات. هاي الطريقة إنه بتسرع التئام النسج، تعطي توجيه بشفاء النسج لأنه تتندب مختلفة، صحيح تتندب بشكل جيد بتتناسب مع حالة التعويضية المستقبلية، وبنفس الوقت بتريح المريض أنه يأكل ويشرب بعد العمل الجراحي بشكل أسهل بكتير ما يكون بدون يعني أي تعويض. فإذا الموضوع بالنسبة لنا في تكاتف، في تلاؤم بين الجراح والمعوض بهيك حالات. وحقيقة الأورام بشكل حالة تحدي كتير كبير، لكن أنا بدي أقول أنه مهما كان حجم الورم الطبيب المعوض بيقدر يعوض عنه بشكل إيجابي وبشكل جيد، وبنعطي حالة إيجابية بالنسبة للمرضى. وبالتالي هذا الموضوع ممكن يكون حجم كتير صغير، وممكن يكون استئصال لكامل الفك العلوي. وبكل الأحوال يعني هاي الاستئصالات هي ممكن علاجها وبمنتهى البساطة. وعفوا نحن عندنا يعني كوادر، أنا بدي أطمئن من خلال شاشتكم الكريمة أخوتنا المواطنين إنه الكوادر اللي عندنا إياها مهيئة بشكل علمي عالي المستوى. أكيد نعتز ونفتخر بكل كوادرنا الوطنية الطبية عالية المستوى، وعم بيقدموا إنه عم بيقدموا بالواقع أقصى الإمكانيات، صحيح برغم يعني الظروف أحيانا بيقدموا إمكانيات حقيقة علمية عالية المستوى وباجتهاد عالي المستوى. وتضاهي الدكاترة العالميين، يعني اليوم أساسا كل الدكاترة العالميين خارج البلد بتلاقيهم سوريين، يعني احنا بنعتز ونفتخر بكل الاختصاصات اللي عندنا. ومثل ما قلت في كوادر يعني طبية للأسف ضمن الظروف القاسية والحصار الاقتصادي بنعرف قديش بيأثر على التقنيات، وكيف فيني أنا أجيب تقنيات حديثة ومع ذلك عم يعطوا كل خبرتهم اليوم. يعني حق لسوريا أن تشمخ بأبنائها حقيقة جميعا، وبالأطباء يعني هن قطاع من هالقطاعات يلي صحيح. يعني مجتهد و مصيب باجتهاده لنتائج إيجابية عالية المستوى سواء داخل القطر أو بأي منطقة من العالم. وهذا عبر التاريخ يعني أطبائنا يلي بيسافروا هني ما بيسافروا ليتركوا البلد، لا على الأطلاق. أنا من خلال هون بقول رسالة مهمة جدا، هني بيروحوا ليتزودوا باختصاصات مهمة، والغالبية العظمى بيرجع ليمارس بأرض الوطن بخبرته بيقدمها حقيقة. ونشوف يعني الكوادرنا منتشرة طبعا. ما شاء الله بكل المشافي بكل العيادات، فنحن ما نخيفانين على كوادرنا، بالعكس نحن عندنا مدارس يعني بكليات الطبية ترفع لها القبعة بالمستوى العلمي الرفيع. خلينا نتذكر دكتور، نذكر الأسباب الوراثية للورم أو الانشقاق الفك. خليني أقول وقت اللي بقول يعني سبب وراثي، خليني روح أقول إنه في عندي مشاكل بتصير عند هالطفل هذا. خليني أقول إنه يعني الناس في عندها فرضاً من الأشياء الولادية، أنا عم يعني ما بدي أروح على موضوع الوراثي لأنه شوي حساس أمام الكاميرا. طريقة المعالجة بتكون أصعب والأخطر ولا نفس طريقة المعالجة؟ هي الموضوع في تقنيات كتيرة، في أساليب كتيرة، وكل حالة يعني يجب أن يكون الطبيب ملم فيها لحتى يقدر يعطي الحل الأمثل للمريض. هلا وقت اللي بنحكي على موضوع انه الحالات الولاديه، فانا بروح خلينا نحكي بالشكل البسيط اللي هو وراح يكون منتشر شوي، هو موضوع الانشقاق قبه الحنك والشفه، وهذا شيء بيسموه شفه الارنب اللي اكثر هي اكثر شيوعا عند الولادات، صحيح بالضبط. فهي الموضوع نحن في خبره فيها، وان يعني اطبائنا في عندهم خبره كبيره ب موضوع انشقاقات قبة الحنك والشفة، باعتبار انه هني بيمارسوا هذا الامر عبر اجيال واجيال، يعني الموضوع موجود ويمارس يعني معالجته بشكل كتير كويس. الموضوع بس انا بدي احكي منين بتيجي هاي القصة وكتير مهمة. انا بتمنى يعني من الامهات ما ياخذوا اي دواء
على الإطلاق إلا من خلال استشارة طبيب يعني عالي المستوى، لأنه حقيقة وشفنا مشاهدات أنه من خلال حبي أو حبتين من دواء بشكل خاطئ، شفنا صبايا حرام يعني عندهم انشقاقات بشفة وقبة الحنك وتعرضوا لمعالجات طويلة لحتى قدروا يعني صحيح. يترمم الشكل عنده بشكل جيد. هو المعرفة جي. المرأة الحامل يجب ما تأخذ أي طبعا يعني هذا أبداً مهما كان إلا باستشارة الطبيب. يعني هذا الموضوع يجب أن يكون باستشارة طبية وما يعني ما نستهتر بالموضوع الدوائي على الإطلاق يعني في خلال فترة الحمل كارثة من الكوارث اللي بيخليها تحمل الجنين يعني مأساة بحياته إنه يخضع لعمليات جراحية مبكرة لحتى يتماثل للشفاء. فهذا الموضوع يعني بالموضوع الولادي أنا بشوفه جدا حساس. المواضيع الثانية اللي هي مجهولة السبب يعني الموضوع هلأ الورم بينشأ بعدين مو عند الطفل يعني بداية لا ممكن يكون عند الأطفال. في أطفال عندهم أورام نحن نشوفهم أنه في حالات من الأورام منتشرة من الصفر لحتى الوفاة. فإذا الموضوع الورمي ونحن وين يعني المشكلة وقت بصير الورمي الحالة النفسية عند الإنسان طبعا. فنحن لازم يعني نعود نفسنا أنه نرفع الطاقات الإيجابية. صحيح. اثنين حالة التلوث وهي بالهواء أو بالماء أو بالتربة أو كذا. فالموضوع هذا بده يتحرى أنه الواحد دائما يرفع الحالة الإيجابية عنده لحتى يخفف من الإصابات. وهذا منطق الحياة أو منطق الحروب أو منطق الضغط أنه يصير الواحد بحالة مرضية منا بالحالة العادية نحن. صحيح. وبالتالي هي الظروف في حالة تحدي. نحن يعني بالكوادر الطبية بينبروا لهيك مواضيع حتى من الحالة النفسية. تشوفوا حضراتكم تستقبلوا يعني حتى أخصائيين نفسيين الإعلام وبالمشافي وفي يعني تركيز على الموضوع والبعد النفسي بشكل كتير كبير لحتى نرفع من سوية المناعة عند الأشخاص. ودائما يعني يبثوا الطاقة الإيجابية اللي هي بترفع هي نقطة من حالة الشفاء يعني نحن يلي عنا إياها إنه يكون الواحد ما نخايف ويكون آمن ويكون شاعر بالاطمئنان والقوة. فهي تعطينا يعني جيل عنده حالة مناعة عالية المستوى. وهذا المطلوب حقيقة إنه نحن نكرس هاي الطاقة الإيجابية. خلينا نحكي معنا وقت سريعا طريقة التعامل مع مثل ما قلنا إذا معروفة بالحالة العامية هي شفة الأرنب هي الحالات الأكثر شيوعا عند حديثي الولادة. حسب بتختلف هي أساسا طريقة المعالجة كيف تكون المعالجة بتحتاج لوقت طويل حسب الحالة. هلا الموضوع كالتالي يعني التحدي الأول للأم والأب الأسرة يلي بيولد عندهم طفل بيطلعوا بوجهه بلاقوا في انشقاق بقبة الحنك. هذا حزن كبير إنه في عنده مشكلة. صحيح. فكيف بدهم يطعموه؟ فهي صحيح. مشكلة كانت كتير كبيرة بإرضاع هيك طفل وبده خبرات. حقيقة أنا بدي أعرج على إذا بتسمحوا لي على هالنقطة. أنا ابتكرت طريقة عرضتها بالولايات المتحدة الأمريكية بمؤتمر بفلوريدا عن سدادي مؤقتي للرضيع حديثي الولادة. هالطريقة هي بتمكن أي طبيب أسنان أنه يعالج فيها أي طفل وين من كان لأنه هيك معالجات بدها مراكز مهمة بدها أطباء مهمين اختصاصيين لحتى يتم العلاج. فبالطريقة اللي حكينا عنها أنه هي ممكن لأي طبيب أسنان يعني بتدريبه يقدر يصنع هيك السدادي ومن اللحظات الأولى عفوا فينه بأسهل الطرق أنه يصير إرضاع للطفل. فالموضوع شائك يعني موضوع هذا كتير هام موضوع السدادات. وبالتالي يعني بشكل التغذية هي العامل المهم بالموضوع. بيجي بعدين بعد فترة من الزمن وهي الجراحين بيكونوا عم يعملوا عدة عمليات جراحية بصير في عنا موضوع انه الشق بطريقة يعني او سد بالطريقة الجراحية.
تبقى موضوع لفظ الأحرف هي المشكلة فيما بعد بالمستقبل بيبقى العامل العلم يلي بصير على الشفة واضح، وهذا طبعا هلا بالخبرات الطبيه عم تجميليا عم يكون في اغلاق له بشكل جيد، بيبقى في عنا لازم ما يعني ما نبخسهم حقهم الناس يلي بدربوا اللغويات اختصاصيين بالنطق. يعني هدول الناس بيكونوا مع هيك عينه من الاطفال مهمين جدا لحتى يصير في بخارج احرف جيدة. يعني اختصاصيين نطق ولغه وكلام بالضبط. اليوم عم نشوفهم منتشرين وموجودين على الارض بشكل كتير كبير. نحن وقتنا خلص معك دكتور، نتشكرك بالختام على وجودك معنا، وعم نحكي عن تقنيات طبيه حديثه وخبرات سوريه اكيد بنعتز وبنفتخر فيها. شكرا كثير لك. شكرا لك واهلا وسهلا. شكرا. أما هلأ نور رح ننتقل لمدينة اللاذقية ونشوف قصة فيصل عمران وعائلته. طبعا هنا أحد الناجين والحمد لله على سلامتهم يلي ضرروا من الزلزال. رح نشوف كيف عم يروا اللحظات القاسية يلي مروا فيها عبر شاشتنا. صباح يوم الاثنين الساعة 4:30 كنت فايق، كنت سهران يعني، شعرت بهزة قوية كتير. كنا نشوف يعني نحس بهزات أحيانا تكون ضعيفة، نقوم ننزل ونرجع على البيت ننام لتاني يوم الصبح، بس هاي الهزة كانت قوية من بداياتها. وفيات زوجتي وابني وزوجته، وشعور لا يوصف كيف الحيطان عم تتماير عليك وتضربك من طرف لطرف. مسكنا ايدين بعض وصلنا ندعي يا الله انه يعني شغله حياه او موت بلحظه من اللحظات، انتم بثانيه من ثواني ممكن تفقدي الحياه. وبيت في ذكريات وفي ادواتي الموسيقيه، البيانو والجيتارات، يعني شغلات عظيمه كانوا ياخذوا الطلاب عندي هون دروس. وقت اللي هبط الطابق الأول وهبط السطح كمان فوقه وقعنا كلاتنا على الأرض، بس ماسكين إيدين بعض. زوجة ابني شافت السلم الدرج عم يهبط، مسكتني بإيدي وجرتني لورا. كل الركام البيت صار علينا، معجزة إلهية طلعنا أربعتنا وزوجة ابني حامل بالشهر السابع كمان. وشعور صعب جدا جدا إنك تكوني بين الحياة والموت بلمحة بصر، يعني ما فينه حدا يوصفه لهذا الشعور نهائي. هذا البيت ذكرياتي، يعني أنا يمكن قليلين أصدقائي بس اللي بيعرفوا كيف عمرتوا لهالبيت. شهر جورة، شهر شيناء، شهر حيط، شهر شباك، شهر سنة صب، يعني ضليت شي 15 سنة وأكثر يمكن حتى بنيته، وما كان جاهز لسه، يعني كان في محلات لازم لسه أساويها يعني. الحمد لله ونشكر الله على كل شيء صار، والله يرحم ضحايا الزلزال ويشفي المصابين، وإن شاء الله هيك افتكرناها هزة عادية مثل الهزات اللي عم بتصير، بس فوراً صارت كتير قوية وتاخدنا وتجيبنا. سبقني على غرفة الأولاد فيقوا وطلعنا، أنا هو قبلي وأنا وراه. وصلت لنص المسافة طلعت إسا ابني وكنتي ما من بينين، فرجعت لعندهم أنا على الغرفة منشان أتأكد إنه هني صحيوا تماماً. شفتهم عند الباب، مسكنا بإيدين بعض، حصلنا أبو آرام. هي ثواني كتير، بس أنت بتحسها زمن ما بقى رح يخلص، بتحس إنه العمر توقف بلحظة من اللحظات. هذا الباب اللي عم ينهار حسيته هو فرج، يعني أنا دفشتهم برا خلص إني خلصوا، سلمت أمري لرب العالمين واستسلمت. وفجأة ما في إلا صوت المطر وبرد هواء، بس صحيت كل الناس حوالينا ومدولنا إيد المساعدة، وأنا كتير كتير بتشكرهم والحمد لله. صعب علي كتير إني أنا أجي لهون وشوف هالدمار هاد، يعني
بلحظة أنت كنت فوق، بلحظة صرت تحت والأنقاض فوقك. هذا الشيء ألمني كثير، وما عم أحسن أطلع من الحالة أبداً، لأنه الحالة الله لا يدوق على إنسان. كان شيء مهيب، لحظة الفقد، لحظة أنت ما بقى بتشوف شيء قدامك، وبثواني شريط حياتك كله بيمرق أمام عينك. زوجتي حامل، وأنا كنت بانتظار طفلتي الصغيرة. أقل من رفة عين كان الموت شيء مؤكد يعني. بلحظة واحدة إنه كان كله هيك خوف ورعب، كان البيت ما يروح ويجي فينا. وقوع البيت صدمة كبيرة يعني. توقف عم تتفرج على البيت ما يتهدم قطعة قطعة قدامك. أنا بلحظة حسيت حالي خسرت كل شيء، من أب، من أم، من زوجة، من طفلة، من بيت مليء بذكرياتي كلها، طفولتي كلها، شبابي. حسيت وهيك بلحظة انتهى يعني، حتى شهادي ما لحقت تشاهدها، وناطر أنت بأي لحظة الفرج، إن كان موت أو إن كان نجاة ما بتعرف، كله بإرادة رب العالمين. بس الحمد لله على كل شيء. عفاف، ما في أي كلام بيعبر عن هيدا المصاب وهذا الوجع الكبير. كتير من الأهالي خسروا عوائلهم في ظل الكارثة الإنسانية اللي حصلت، الزلزال المدمر بستة شباط في اللاذقية، في حلب، في حما، في إدلب. أكيد خالص العزاء لجميع أهالي الضحايا، بنتمنى من القلب الشفاء العاجل لجميع الجرحى، ويا رب هيك الوقت يقدر يخفف الألم والوجع والفقدان. كتير صعب، كثير صعب. يمكن قد ما حكينا عنه لنعبر عنه، مؤلم جدا، بس إيماننا بالله كبير إنه يصبرنا ويزرع الصبر بقلوبهم. أكيد عفاف، خلينا ننتقل هلأ لفقرتنا التالية لنسلط الضوء على مؤسسة سوريا بتجمعنا باللاذقية، اللي كان لها دور كثير كبير على الأرض منذ حدوث الزلزال المدمر بستة إشباط. كانت موجودة لدعم الجميع المتضررين في المحافظات المنكوبة، لمد يد العون والمساعدة. أكيد معنا عبر الهاتف الأستاذ عنود حداد، منسق بمؤسسة سوريا بتجمعنا. صباح الخير. يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. صباح الخير عنود، ويعطيكم ألف عافية يا رب. يعطيكم العافية، صباح الخير. عنود، بعد مضي أكثر من شهر تقريبا على الحادثة اللي صارت، على الزلزال المدمر يلي صار، هلأ أكيد عم تقوموا بأنشطة. شو هي أبرز أو الأنشطة توجهت للتجديد، ولا وين هلأ عم تشتغلوا؟ لساتنا نحن مكملين من أول يوم للكارثة بتقديم ايد المساعدة لكل حدا معتاز، إن كان بالمطابخ الميدانية، بالسلال الغذائية، بأي مواد إغاثية، بأي حالة نحن بنسمع فيها، عم نشبك مع الأمانة السورية للتنمية ونقدر نوصل لكل حدا معتاز ولكل حدا لسه ما وصلوا شيء من الدعم وللمساعدة. نحن لحد اليوم نفس الهمة مكملين، عدد متطوعين عم بيزيد. لليوم عندنا متطوعين عم تجي تنضم لنا لتقدم لنا المساعدات، ومكملين بنفس الهمة بنفس النشاطات. يعطيكم العافية، وإن شاء الله يا رب تبقوا بهيدا النفس وهي الهمة على طول. أنتم موجودين من سنوات، لكن منذ وقوع الكارثة الإنسانية وقفتوا جميع نشاطاتكم واتجهتوا حول مد يد العون والمساعدة لجميع المتضررين بالمحافظات المنكوبة، بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية اللي عم تقوم بمجهود كتير جبار وقوي. خلينا نحكي الأنشطة، أكيد في خطة يعني عم تقوموا فيها لهي الأنشطة والأعمال. نحن عم نحكي عن أكثر من شهر لوقوع
الحادث وأول كارثة الإنسانية إذا فينا نسميها، كان في ملف إغاثي إنساني بلشت فيه جميع المبادرات من خلال مدين العون. عم نحكي عن مأكل مكان، عم نحكي عن طعام، عن تقديم المساعدات. بعد شهر نوعا ما الرؤية بتكون أوضح من خلال إدارة هي الأزمة أو الكارثة. في جدول للأعمال عم تقوموا فيه، يعني حاطين نقط من خلال كمان التشبيك مع الأمانة السورية للتنمية. يعني نحن قمنا بالإضافة للإغاثة مع الأمانة السورية بتنمية بسيطة كتير، لأنه لسه حالة الإغاثية ما طلعنا منها صراحة. مناطق كتير منكوبة باللاذقية، عم نحكي خارج مراكز الإيواء. عم نقدر نوصل للمناطق المنكوبة اللي ما طلعوا أهاليها من بيوتها، موجودين بالشوارع أو عند بيوت أقاربهم أو أي حدا عم نسمع بحالات فردية. أما التنموية فعم تكون لسه بسيطة بالتشبيك مع الأمانة السورية. قمنا بعدة نشاطات مثل دعم نفسي لدار الأيتام باللاذقية، زيارات لدور المسنين والعجزة، يعني نقدر نخفف هالخوف والهلع اللي عم يصيب المواطنين. أكثر من هيك تنموي ما قمنا فيه، وقفنا جنب أخواتنا بالدفاع المدني، قمنا بزيارات لفوج الأطفاء كنوع من الشكر للمساعدات اللي قدموها، والمشاريع التنموية الجديدة إن شاء الله بنخبركم عنها بوقتها. عم نشبك نحن والأمانة السورية طبعا كله بإشراف الشؤون الاجتماعية والعامة. أكيد يعطيكم العافية نود. يعطيكم ألف عافية. عم تشتغلوا بتحضيرات لشهور يمكن أو يمكن تستمر لسنوات، يعني تحضيراتكم للفترة اللي جاية حطيتوا خطة عليها ولا لسه؟ عم نحاول نحضر برنامج لرمضان. رح يكون إغاثي طبعا برمضان. صحيح. وإن شاء الله بتنحل الأزمة شوي شوي وبيقدر العالم كلها ترجع على بيوتها، والبيوت المتضررة نحاول نلاقيهم حل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أكيد بالجهود الجبارة اللي عم يقوموا فيها جميع المبادرات والجمعيات الإنسانية وجميع القطاعات، إن كان قطاع عام ولا خاص، عم نشوف تشبيك ومبادرات فعليا بتكبر القلب. مجهود كبير عم تقوموا فيه. خلينا نحكي، بما إنه حكيتي عن مبادرة بما يخص شهر رمضان المبارك، وبما إنه أنتم بقيانين بعدكم بالملف الإغاثي، وهذا ملف فعليا كتير كبير وضخم. نحن عم نحكي عن أعداد كتير كبيرة اليوم خارج بيوتها بدها مساعدات. ضمن رمضان رح يكون ضمن الملف الإغاثي، يعني عم نحكي عن مساعدات إنسانية بما يخص الطعام وذلك. طبعا رح يكون في مشروع إغاثي لشهر رمضان للبيوت المنكوبة، الأهالي المتضررة، بنعلن عنه بوقته. طب خلينا نحكي عن الاعداد، يعني انتم عم يكون في تشبيك من خلال كمان وزاره الشؤون، تسجل عم في ارقام بالامانه السوريه عم بيتواصلوا مع العالم لتسجل لنقدر نحصي كل عدد المواطنين المتضررين اللي ما لجأوا لمراكز الايواء. نحن مراكز الايواء فينا نقول بالتشبيك مع كل الجمعيات باللاذقيه تغطت بشكل كامل. صحيح. بس ناطرين المواطنين اللي ما صرحوا انه هن المتضررين لحتى تكون عندنا داتا واسعه للمعلومات كلياتها نقدر نوصل لهم ان شاء الله بشهر رمضان. ممكن يكون العدد يعني اكبر بكثير من الموجودين بمراكز الايواء، لانه نعرف نحن في كثير ناس صارت خارج بيوتها، وفي كثير من الناس يمكن قعدت عند قرايبينا عند ناس الى الان، لانه هلا الحل الاساسي هو بعد فترة إيجاد مسكن بديل لكل الناس اللي تقدر تستمر في حياتها. هلأ الأمانة السورية عم تحاول جهدها تعمل أكبر قاعدة بيانات للناس المتضررة خارج مراكز الإيواء، وبانتظار قرار المحافظة بأي شيء بيخصهم نحن رح نكون متعاونين معهم وموجودين. عنود، الفئات اللي عم تشتغل معكم فئات عمرية كبيرة ولا صغيرة؟ عم يكفي العدد بالمشاركة؟ عم نحكي عن المتطوعين طبعا. عندنا فئات عمرية مختلفة من 20 سنة ل50 سنة متطوعين، وبشكل يومي عم تزيد الأعداد. يعني نحن كل يوم نتفاجأ أنه نحن في متطوعين جداد حابين يساعدوا، حابين يقدموا أي شيء بيقدروا عليه. طبعا مع رجعة العالم للدوامة لجامعاتها ما خف العدد، لأنه عندنا شرايح عمرية تانية لسه موجودة وعم تساعد معنا على الأرض. الحمد لله في متطوعين كتير عند كل الجمعيات وعندنا، وعم نقدر نغطي كل شيء مطلوب مننا.
أكيد يعطيكم ألف عافية. مؤسسة سوريا بتجمعنا أكيد دائما حاضرة في جميع المبادرات الإنسانية، والشباب السوري اليوم الموجود على الأرض عم نشوف من جميع الفئات متطوعين، نعتز ونفتخر فيهم. شفنا فزعة وهمة كتير كبيرة عم تحاولوا قد ما فيكم تخففوا هالألم والوجع عن الناس المتضررة، ومد يد العون والمساعدة لإلهم، لأنه المصاب كتير كبير. ويمكن دائما تعودنا بسوريا أنه كلياتنا رغم الألم والوجع نكون إيد واحدة، كل المحافظات عم تحاول تكون اللاذقية، حلب، إدلب، حما، كلياتنا عم نحاول نكون موجودين، وقد ما فينا نساعد نساعد. أكيد بدنا نقول لكم يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير لكم. يعطيكم ألف عافية على تغطيتكم ويعطيكم الصحة، شكرا لك. أهلا وسهلا، يعطيك ألف عافية. فعلا نور شفنا كتير مبادرات إنسانية حتى من المدن يلي ما تضررت أو صاب شيء عم تبعت للمدن يلي تضررت، والناس كلياتها إيد واحدة وعم تساعد بعضها حتى بدون ما ينطلب منها، وفئات عمرية مختلفة بين صغار وأطفال. يعني صارت قصة أطفال بالمدرسة عم يلموا مصروفهم وبدون يتبرعوا فيهم لرفقاتهم بدون حتى ما الإدارة أو الأنصات يطلبوا منهم. فقدي حلو نحن نكون بهي الإنسانية وخصوصا بهذا الوقت. نور أكيد الإنسانية هي بتوحدنا، الوجع كبير، الألم كبير، مصاب جدا كبير، في آلاف من الناس المتضررة يمكن عم نعيش بظروف قاسية وصعبة، أكثر من 10 سنوات من الحرب، في أزمة اقتصادية كتير كبيرة، غلاء، وهون بقول بسبب غلاء الكبير كمان صحيح. كون في إنسانية شوي عند كل التجار صحيح. عدم احتكار المواد، عدم رفع الأسعار، يكون في هيك، في ناس بيقول بتشتغل بنور الله، يشتغلوا بنور الله، يكون في مربح معقول، لأنه الناس ما بقى تحمل وجع وما بقى تحمل آلام مضاعفة. نحن عم نمر بظروف صعبة وقاسية، بس دائما بعد الوجع الكبير بيكون في فرج. بنتمنى بقدوم يمكن يعني أيام عن شهر رمضان المبارك يا رب يمر علينا بخير، وأمل كبير كثير يكون فعلا بكره احلى لكل الناس ولبلدنا الحبيب سوريا. صحيح، ويكون خير على كل العالم. ومثل ما حكيتي عن غلاء الاسعار، يا ريت عن جد نترحم ببعض شوي، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، يعني جايين على شهر خير وكله بركه، فلازم نحن نشعر ببعض و نتمنى يا رب. أكيد. نتمنى هي نداء لكل الناس أكيد. أما هلأ رح ننتقل إلى بلدة بيت ياشوط حيث أقيمت مبادرة مصابنا واحد لفريق تجمع شباب المحبة والسلام من أجل تقديم المساعدة للمتضررين من كارثة الزلزال. رح نشوف سوا ضمن هالتقرير. الوطن عزة وكرامة وصحوة الوجدان، الوطن صبر وعزيمة وقوة الإيمان، وطن يبني مهول فلان أو لفلان وابن فلان. مصابنا واحد مبادرة لفريق تجمع شباب المحبة والسلام بالتعاون مع جمعية قطرة أمل لرعاية الطفولة وفريق الرحالة السوري للمحبة والسلام لتقديم العون والمساعدة للمتضررين جراء الزلزال ضمن بلدية بيت ياشوط بريف اللاذقية. جايين عم نعمل فعالية نقدم من خلالها 1000 وجبة لأهلنا المتضررين، ونقدم إقامة لأكثر من 20 عائلة من اللي دمرت بيوتهم من الزلزال. نحن بهي المبادرة عنا هدفين أساسيين، اللي هن أولا تأمين منازل للأسر المتضررة، ثاني شيء تقديم مساعدات غذائية، نظافة، حفاضات للأطفال، حليب. واليوم نحن بالتعاون مع جمعية تجمع شباب المحبة والسلام حبينا نعمل فعالية نوع من الدعم النفسي للأسر المتضررة، نكبة بكل معنى الكلمة، ولابد كانت لجمعيتنا من أنه تأخذ دور الطبيعي وتستكمل عمل الخيري اللي كان بفترة الأزمة السورية. وجينا هلأ بهيدا النشاط وهي الفعالية كشكل من أشكال هالتعاون، واللي طبعا هي ما هي فقط متمركزة بهذا المكان، هي منتشرة بكل المناطق المنكوبة. هذه رسالة محبة وسلام لهؤلاء الأبناء، لهؤلاء الأسرة السورية المتضررين. نحن مصابنا واحد، نحن جينا نتضامن بهذه الفعالية لنرسم البسمة على وجوه الأطفال لنقل إن نحن معاكم. وبالإضافة نحن قمنا بإيواء العائلات المتضررة في منطقة بيت ياشوط المنكوبين في
في منطقة جبلة وريفة. أنا بقول هالزلزال يعني كان نقمة بس كان نعمة، لأنه رجعنا تآلفنا وتعاضدنا وتكاتفنا مع بعضنا، وإن شاء الله هيك دائما فعاليتنا القادمة بتكون تشمل كل ساحات الوطن. اليوم رح نعمل شيء كرمال الزلزال، هي مسج رسالة عم نحكي فيها انه كفاكم تصدقوا السخافات اللي عم تكون تنزل على السوشيال ميديا. في علماء هن مختصين بهذا الشيء، فنحن بنتمنى انه يكون في عندهم هالوعي ما ينساقوا وراها الصفحات الصفراء. انا حاب اشارك بقصيدي بعنوان الوطن للأطفال اللي تأثروا بالزلزال مشان يضلوا أقوياء وما يخافوا. كارثة أدمت القلوب ودمرت الحجر، لكن محبة وتضامن الشعب السوري كانت كفيلة بتخفيض معاناة منكوبي الزلزال. أما بفقرتنا الأخيرة، وبما أنه يوم المرأة العالمي هو اليوم نور، رح نسلط الضوء على مؤسسة مبادرة ضلع قادر، واللي هالمؤسسة يلي غيرت اتجاهها ومبادراتها بعد حدوث الزلزال لحتى تساعد وتساند الأهالي المتضررين. أكيد عفاف، كثير من المبادرات اللي كانت موجودة على الأرض منذ وقوع الكارثة الإنسانية يمكن وقفوا جميع نشاطاتهم واتجهوا نحو مد اليد العون والمساعدة لكل أهالينا المتضررين في المحافظات المنكوبة. معنا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذة ديما جراد، مؤسسة مبادرة ضلع قادر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، كل حب وخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. طبعا بنعرف انه ضلع قادر تاسست من عام 2021، يعني سنتين، يعطيكم الف عافيه. اكيد بهالسنتين حققتوا اهداف كثيره، خبرينا عن اهمها لو سمحتي. البدايه رحم الله شهداء هذه الكارثه، الصبر والسلوان لذويهم والشفاء العاجل للجرحى. عزيزتي، المبادرة بدأت كعمل تدريبي للمرأة بتأهيلها وتمكينها نفسيا واجتماعيا وماديا، واليوم هي مبادرة كعمل تطوعي لمتضرري ومنكوبي الزلزال وعائلاتهم. هدفنا الأول كان هو الوقوف إلى جانب أخوتنا لنثبت للعالم أن سوريا كانت ولا زالت مثال للقلب الواحد واليد الواحدة. أكيد. طيب خلينا نحكي، من وقت وقوع الحادثة إلى اليوم مر أكثر من شهر، أنتوا وقفتوا جميع نشاطاتكم واتجهتوا حول تقديم يد المساعدة والعون، شو اشتغلتوا خلال هيدا الشهر؟ شفنا جميع يعني عدد كتير كبير من المبادرات الإنسانية اتجهت نحو الملف الإغاثي الإنساني. هلأ بالبداية في كلمة للسيد ياسمين، أنا بحبها كثير، وهي كمبدأ بلشت فيه بالمبادرة. في فرق كبير بين أنه نحب بلدنا وبس، وبين أنه نحب بلدنا ونعطيها، بين أنه نحس بوجع غيرنا وبين أنه نساعد تخفيف هالوجع. هيك تعلمنا كشعب سوري. هدفنا كان تقديم المساعدات المادية العينية ونشاطات دعم نفسي للأطفال. قمنا بتوزيع المساعدات في منطقة جبلة وريفة، المناطق المنكوبة، قبل عوامية، الصامو، وبعض مراكز الإيواء بالمحافظة والريف أيضا. عزيزتي، المساعدات كانت سلات غذائية، بطانيات، أدوية، ألبسة، المساعدات المطلوبة كنا أيضا نأمنها من خلال التعاون والتنسيق مع بعض المبادرات من البلدان الشقيقة كلبنان، وبعض المبادرات الفردية من المحافظات السورية كمحافظات أهل طرطوس، كمحافظة طرطوس وأهالي طرطوس، وأيضا من النبك. اليوم 8 آذار يوم المرأة العالمي، شو هي الرسالة يلي عم توجهها مبادرة ضلع قادر للمرأة السورية؟ هيدا اليوم هو يوم الاعتراف بالمرأة وبجهودها. هيدا اليوم هو ثمرة التقدير والاحترام على نضالها وكفاحها، وبالأخص بدي أحكي عن المرأة السورية. المرأة السورية هي لفظ هين لكن معناه غالي وثمين.
أصبحت مثقال ذرات الحديد على أكتافها خلال ظروف الحرب، وحبات أمل على جبينها. أعطيت الحياة في هذا اليوم لأنها قوية بما يكفي لتعيشها. نساء بلدي الماجدات، منارات الشرف والقدوة، حفيدات الخنساء، أقدم لكم أحر التهاني في هذا اليوم لأنه يليق بكم، لأنكم الركيزة المهمة في الحياة. أنتن الماضي بألقه وحاضره والمستقبل بروعته. أنتن مصنع الرجال والأبطال. أنتن مفتاح النهضة والشريك الشجاع والسند القوي. صديقات السلام، كل عام جديد سعيد لجميع نساء العالم. أنتن تاج الراس والضلع القادر. كل عام وأنتن بخير وأمان. أكيد بالختام بدنا نتشكرك ديما جراد، مؤسسة مبادرة ضلع قادر، وأكيد بنوجه تحية لكل امرأة سورية اليوم، تحية من القلب. نحن بنكبر بكل امرأة سورية استمرت وموجودة على الأرض، تحدت كل الظروف خلال 10 سنوات من الحرب. كانت أم موجودة على الأرض، أخت، زوجة شهيد، أم شهيد، عم تقدم، عم تكون إلى جانب رجال الجيش العربي السوري يد بيد فعليا. يعني شو ما حكينا عن المرأة السورية اليوم ما بنقدر إنه فيها جزء بسيط من حقها. فتحية لكل امرأة سورية عم تتابعنا. أكيد أكيد، ويوم واحد قليل كمان عن المرأة السورية، لازم كل يوم نعمل لها يوم ونتذكر الجهود والضغوط يلي عم تمر فيها والتحديات يلي عم تواجهها بكل يوم، ما نو قليل أبدا، يلي مثل ما شفنا أغلبهم نساء وبنات وصبايا يلي عم يشتغلوا وعم يساعدوا بعض. لهيك بدنا نتمنى التشافي والتعافي لكل حدا تضرر، ويعطيهم ألف عافية لكل حدا قدم مبادرة إنسانية ولو كانت بسيطة، وإن شاء الله الأيام الجاية تحمل معها كل الخير يا رب. يا رب. أكيد رحلتنا الصباحية وصلت للختام عقاف، ملتقانا بكرة على شاشة الأخبارية بنفس التوقيت. تغطية الأخبارية مستمرة على مدار الساعة، عم تكون كاميرا الأخبارية موجودة في جميع المحافظات لرصد جميع عمليات الإغاثية وتقديم المساعدات والإعانات لأهالينا المتضررين في المحافظات المنكوبة. أكيد خالص العزاء لجميع أهالي الضحايا، ونتمنى يا رب الشفاء العاجل لجميع الجرحى، ونتمنى يا رب يا رب يخفف عنهم هول المصاب ويمدهم بالصبر يا رب. أكيد أكيد، تضلوا بخير من هون لبكرة، وانطرونا بفقرات جديدة ومتنوعة بنفس الوقت. تضلوا بخير، باي 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 باي.